الحقيقة عندي تعليق برضو عن نقطة اللي بيتكلم فيها الدكتور إبراهيم، وهي مسألة المخابز، لأنه دي برضو حاجة احنا رصدناها على مدار الأيام اللي فاتت. يعني مش بس الضرب كان على المستشفيات بحجة أن تحت المستشفيات دي في بنية عسكرية يعني تابعة لحماس، وبنية عسكرية بتتبع لي يعني فصائل المقاومة الفلسطينية. طيب دي يعني وهنعمل نفسنا مصدقينها، طب ليه المخابز؟ يعني ليه 10 مخابز يتم تدميرهم على مدار الفترة الماضية؟ واللي احنا شايفينه على الشاشة دلوقتي هو أحد المخابز اللي تم تدميرها بالكامل، برضو اسمه مخبز النصيرات، ضمن سلسلة من المخابز اللي تم استهدافها وقصفها على مدار الأيام اللي فاتت من بداية الحرب. وده مش بشكل عشوائي أو مش على سبيل الصدفة، لأنه عدد المخابز اللي تم قصفها يقولك أنه في استهداف. المخبز بيبقى موجود في منطقة سكنية بيتضرب هو تحديدا، ولا المبنى اللي جنبه على يمينه ولا المبنى اللي على شماله ولا حاجة قصاده ولا حاجة حواليه، المخبز تحديدا هو اللي بيتضرب. المخابز دي بتبقى بتتلقى الدقيق بتاعها من الأونروا على سبيل الدعم والمساعدة. ايه الهدف بقى؟ يجوعوا أهل غزة وينغصوا على أهل غزة عيشتهم ويموتوا جواهم أي أمل في الحياة، حتى لقمة العيش تبقى صعبة. يعني مش بس أنك ده، حتى لقمة العيش تبقى بشق الأنفس وبصعوبة شديدة. الناس بقت تقف بالطوابير بالساعات قدام المخابز اللي شغالة، اللي لسه شغالة، وعددها قليل جدا في القطاع دلوقتي وعليها ضغط كبير جدا، وما عندهمش دقيق ولا عندهم مواد تكفي لعملية الخبز، وفي الاخر يديك كام رغيف بحسب اللي موجود. عايزين يوصلوا الناس للياس ويخليهم يكفروا ببلدهم ويهجوا من ارضهم ويسيبوها، بس ده بعدهم. اسمعوا كده بقى معايا الرساله دي برضو من راجل غزاوي طيب، عشان تعرفوا ان شعب فلسطين ما يستاهلش اي حاجه من اللي بتحصل معاه. احنا نشكر قناه المحور اللي اتحتنا هذه الفرصه الطيبه، والإعلامية المعروفة هبة جلال. إحنا شعب مسالم، إحنا الشعب المصري بيعرف إنه الشعب الفلسطيني. أنتوا أهل مصر أقرب للشعب الفلسطيني في الدم وفي التراث في العلاقات العامة في كل شيء، أنتوا أقرب من الوطن العربي. هذه حاجة تانية، إنه إحنا كالشعب المصري يعني دائما قلبا وقالبا معنا، روحا وطبعا وعلاقات العامة. كمان نشكر الشعب المصري ما بقدمه الآن وما قدمه من قبل، من 67 ما قبل و 48 للشعب الفلسطيني. الرسالة دي بالذات أنا مش عارفة أرد عليها بإيه. أهالي غزة بيشكروا برنامج 90 دقيقة على التغطية. أنا اللي بشكركم لأنكم بتدوا العالم كله درس، درس في الإنسانية، درس في الشجاعة وفي القوة، درس في الصبر وفي الصمود. احنا نفسنا نعمل اي حاجة عشان نساعدكم، وربنا يعلم الهم والحزن والوجع اللي مصر كلها عايشة فيه من ساعة الاحداث دي ما بدأت. المصاب مصابنا والألم شديد جدا علينا جميعا، وفي تحديدا بقى في جزئية موضوع دخول المساعدات وسرعتها. انا عارفة انه الشاحنات اللي بتدخل، ويمكن لحد النهاردة دخل اكتر من 80 شاحنة، انا عارفة ان ده مش كفاية، وعارفة أن أهالي غزة محتاجين أكتر بكتير، محتاجين أدوية وأكل وقود، وأنه مهما تبعت هيفضل الوضع الإنساني صعب جدا. بس في هنا معلومة مهمة جدا تتوضح، ويمكن أنا مش هتكلم على لساني، هتكلم على لسان الخارجية المصرية اللي فسرت وردت على أسئلة واستفسارات من مراسلي عدد من الصحف وكالات الأنباء الغربية. السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية كان بيتكلم أنه مصر بتبذل جهود كبيرة جدا عشان تدخل المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بسرعة، بس هو وضح أنه إسرائيل حط عراقيل، وده شيء متوقع جدا، شرطين أن الحافلات تتفتش طبعا، ده على الناحية التانية، وعاملين إجراءات بيروقراطية ومعوقات بتأخر دخول المساعدات، وده برضو مقصود.